السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العدد الجديد اللي راح نحدثكم بحول الله على قضية وعلى أمر مهم جدا ورصاري بين العائلات الجزائريات، فخاصة في وقتنا هذا، وخاصة بين الأخوال والأحفاد، إذ التمس من خلال لقاءاتي بالكثير من الناس باللي أخوالهم يخبيوا عليهم الوثائق. باريزومبل يروح يدموندي أنا في نيسونس تاع جده اللي من جهة الأم تاعو، يقولوا له لا هذا ماشي جدك، هذا جدنا، لأن جدك هو من جهة باباك برك ماشي من جهة يماك. يعني الأم هذه تقول هبطت من الشجرة ما تسالش في باباها، والأحفاد هذو تقول ما عندهم لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد من ناحية الجد من الأب. ودايور هذا الشيء معروف في بلداننا، إلا وصلنا أن بعض يحرم المرأة حتى من ميراث ويقول لها أنت امرأة روحي دي عند راجلك. أولادها يشوفوا فيهم أعداء، الكثير من العائلات يشوفوا في أولادهم أعداء، ونديري أعداء هي في الحق لا، في الحق لا. حنا كمسلمين ربي سبحانه أعطى لها حقها في الميراث وأعطى لها حقها، ويعتبر جدك من جهة الأم حب من حب وكره من كره. ولكن في ثقافتنا احنا للأسف الشديد فهو العكس، لا يمكن ذلك. أنا شخصيا عشت هذه الأمور، وللأسف الشديد واحد الوقت، يعني نحكي لكم هذه صراحة، يعني واحد الوقت في 2001 كنت نحوس على وثائق الخاصة بجدي، والهدف كنت نحوس على مرسوم تجنس. طبعا طلبت من أخوالي قلت لهم أعطيوا لي ليفريد فامي باه نقدر نخرج أناك دو نيسونس، بلاك دو نيسونس نقدر نخرج سكون أبال أن إكسري سيرفيس. بالإكسري سيرفيس جو في فير دي ريشيرش ونحوس على دوكري دو ناتوراليزاسيون مون غرون بير. وقلت لهم إذا كان لقيت دوكري دو ناتوراليزاسيون أني راح نستفيد ويستفدوا خاوتي وتستفدوا أنتم كأحفاد أخوالي إلى غير ذلك. ولكن أخوالي في هذاك الوقت أنا كنت في نيتي جي دوموندي بحكم العلاقة المتينة بيني بين أولاد خالي بين خالي بين جداتي، باسكو كانت مازالها في هذاك الوقت كانت حية في 2000 الله يرحمها يوسع عليها. راهم داروا واش داروا، داروا حرب، أعلنوا حرب عليا وكأنني عدو لدود، وكأنني أعلنت الحرب عليهم. كيف هذا يحوس على كوارت تاع جدو، هذا ماشي جدو ما يسالش فيه، كاش ما يسحق يروح عند جدو من باباه، من باباه ماشي جدو من يما، هذا جدنا حنا هو خاطيه، دروك يدينا كواغط يخربنا في كواغط، جدتنا يتدي لا روتر دروك يبلوكيها. هذا وصلوا الى درجه انهم اعتقدوا انني حبيت نمكر فيهم ونبلوكي لا روتريت ما غرومير با سو بوين لا با سو بوين لا جافي بيزوان دان دو كريد ناتوراليزاسيون بور موي بور مي فرير اي بور توت لا فامي. هما داروا حرب وخباو عليا كواغط. في هذاك الوقت انا زعفت عليهم وضربت واحد العامين ما هدرتش معاهم، ولكن مع الوقت علاه وعلاه يعني زعفت عليهم ما هدرتش معاهم، لانني اعتقدت باللي غير خوالي اللي كانوا عندهم العقليه هذه، واعتقدت ان خوالي حسدوني. ولكن في الاصل هذه ولات ثقافه فينا في الجزائر بعد 20 سنه من العمل، وانا نتلاقى بالالاف والالاف من الجزائريين عندهم نفس المشكل نفس الاشكال، الخوال يخبيوا الكواغط على الاحفاد من جهه الام، وكان الام هذه قلت لكم هبطت من شجرة ما تسالش في باباها، رغم أن القانون الفرنسي يسمح للحصول على الجنسية الفرنسية نسبة للأب أو الجد أو أب الجد، يعني خمسة أجيال سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم. ولكن ثقافتنا ما فهمتش هل هي حسد عداوة ولا ما فهمتش، ولا يخافوا أنك تدي أنت الجنسية وما ما يديوش. إذا كان كتب لك ربي أنت تدي الجنسية وهو ما داش هم بعد يا بري سي با لا فان دو موند، مي لا كيما قولك يا ماك يا بور تو الموند يا با بور تو الموند، يا للجميع ندي وكاع يا ما تديش. ويسبق حتى وإذا كان عنده لو دوكري يسبق ما يعطيكش يخبيه يروح يدير به ناسيوناليتي. كاين شحال من واحد عندهم لي دوكري تاع جدودهم داروا كواغطهم داروا ناسيوناليتي، الخوه خوه من اللحم ودمه ما حبش يعطي له اون كوبي، خباه باسكو يحب غير هو اللي يكون عنده الجنسيه الفرنسيه والباقي كاع يبقاو في البلاد. وهذا الاشكال كاين ليسونسييل. انا البليز امبورطون نهار ما حبوش يعطيو لي خوالي كواغط، رحت البلديه جبت اناك دو نيسونس درت اون دوموند كازيرن برنادوت، بعثوا لي اكسري سيرفيس البلي نورمال دي موند. انا كنت نيه الله رحت درت لها اون كوبي وديته لخالي، قلت له يا خالي دوك هاوليك ليكسري سيرفيس تاع باباك اللي هو جدي
بوتيتر هذه الدنيا تقدر تحقوا في لا دوموند دو روتري تقدر تحقوا في امور اخرى ليسونسييل هي اللي كاين كوبي على بالك داروا حرب خوالي والله غير داروا حرب قال لك نو كيفاه تجيبوا ماشي حق عليك دوك نروحوا نكتبوا لهم كيفاه يعطيوها لك وزاد خوالي واش قالوا لي اعطينا الاوريجينال ماشي انت اللي تحكم الاوريجينال حنا اللي نحكموه حنا هما احفاده نعم وانا كنت نيتي ديت لهم من كوبي يعني شوف النيه وين توصل جيت عند خالي نعت له الاوريجينال في هذاك الوقت وحركته بالبريكي قدامه انا درت له فوتوكوبي على كل حال وديت له فوتوكوبي اون كولور ونعت له فوتوكوبي اون كولور وحركته قدامه قال هاك ما تديه انت ما نديها انا هكذا باه بردوا سينو داروا حرب سينو داروا حرب درت لي ريشيرش تاعي والنتائج جبتهم ورجلت كواطي وربي يعني شاف صلاح ومن بعد يعني تشوف الاخوال وهكذاك جامي بخلتهم عطيت لهم مالغرا بري كيفات واحد خمس سنين وشفت الناس كيفاه يضغطوا على الناس وكيفاه يخبيوا على الناس قلت انا ما نديرش لا ميم شوز ندير نخليوها على ربي انا ليسونسييل جبت الكارت ورجليت كواطي وترجلت الحاله خلي السيد يدير كواط وخلي الفاميليا هذه تطلب بحقوقها بجميع حقوقها سواء التقاعد سواء الوثائق او اي شيء ليسمح لهم القانون الفرنسي في ذلك ولكن هذه صارت في 2002 2003 2004 دروك رانا في 2022 مازال الكثير من العائلات الجزائريين يخبيوا لي دو كريد ناتوراليزاسيون ماشي ما جاتش برك في دو كريد ناتوراليزاسيون يخبيلو لا كارت كومباتون يخبيلو ليكسيري سيرفيس يخبيلو لاك نيسونس يخبيلو ليفري دو فامي يخبيلو كلش علاه باسكو يقولوا انت حفيد انت ما تسجلش في جدك هذا ماشي جدك جدك تاع باباك ماشي للاسف هذه الثقافه مازالها موجوده هنا انا واش نقول الناس هذو اللي يخبيو هذوك واط نقول لكم فاصون يا اون شوز سيور القانون الفرنسي يسمح للجميع الاحفاد خمس اجيال شرط ان يكون الابن او البنت مينور انذاك هذا ما كان اذا كان باباك كان مينور فانت تدي وخوتك كاع يديو واذا كان عمتك كان مينور نهار دار جدك لو دوكري يعني يكون هاني راح يدي ميم هما يديو كاع كيما راهم بركاكم تضيعوا لهم في وقتهم باسكو يقدروا يديروا لي ريشيرش وحدهم يقدروا يجبدوا لي دوكري وحدهم ويقدروا يديروا كواطهم وحدهم بكم ولا بلا بكم دونك الزكاره هذه ماكم رايحين الا تربحوا لعب مع فاميلتكم ويقول لك واحد المثل قال يقول لك لاغير يعني الحرب التي نقوم بها مع العائله نحن خاسرون يعني إذا كان درت حرب ودرت مشاكل مع أحد أفراد العائلة وخاصة أقربهم حتى وإذا كان نجحت من ترك خاسر بتتر تنجح القضية بتتر تنجح في تغلبه في شيء معين ولكن رك خسرته هو كعضو تاع العائلة دونك رك خاسر إذا كان ما خسرتش عبد أكره تخسر كواط إلى غير ذلك ولذلك أنا نقول لكم صراحة هذا إذا كان حق فاتق الله وإذا كان جهل يعني كنت جاهل وفي بالك غير أنت اللي تديك واغط لو كان يدير واحد آخر دوسي أنت ماكش راح تدي فراني خبرتكم أعلموا باللي لازم تعرفوا باللي جميع الأحفاد بدون استثناء جميع الأحفاد بدون استثناء يمتلكون الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية نسبة لجدهم وهذه المشاكل اللي راكم ديروهم هذا أنت جدك ماشي جدك هذه تبقى ثقافة ان شاء الله الفكر هذا يتغير مع مرور الوقت وان شاء الله نتحبوا ان شاء الله يعني ان شاء الله ما نبقاوش بالنفس النظره يا رب العالمين وماذا بكم يعني الاخوه ماذا بكم تخليوا لي كومونتير اسفل هذا الفيديو وتقولوا يعني ماذا بيا نعرفوا الناس كاع اللي عانات من هذا المشكل وتخليوا دي كومونتير مع شرح لطريقه كيفاه خباو عليكم كواط كيفاه ما حبوش يبدو لكم كواط وما هو السبب باه نفيدوا ولا ربما يغيروا افكارهم هذو اللي راهم حاكمين الكواغط سواء كانوا اهلكم من جهه عمكم ولا كانوا اهلكم من جهه خوالكم نقول لكم خوتي تحيه طيبه ونتلاقاو في ساعه الخير والى اللقاء قادم ان شاء الله